السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم للإنسان ما تمنى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء بسم الله الرحمن الرحيم أم للإنسان ما تمنى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى
وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن فأعرض عمن تولى عن ذكرنا الدنيا ذلك مبلغهم من العلم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا انشأكم
أعلم بكم إذا انشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو هو أعلم بكم هو أعلم بكم هو أعلم بكم إذا انشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف
وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وأن الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى. والمؤتفكة أهوى. فوشى ما وشى. فبأي هذا نذير من النذر الأولى. أزفت لازفة. أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. وأنتم سامدون فاسجدوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم.